Hi again, ورجعنا لل language notes. والفرق النهارده ما بين think و drawing. الفرق ما بين think و drawing، امتى بستخدم think وامتى بستخدم drawing. طب ناخد بالنا، هما الاتنين بمعنى كلمة يغرق، بس كل واحدة وليها استخدام، برغم الاتنين ليهم نفس المعنى بس كل واحدة وليها استخدام. تعال نشوف مع بعض ازاي. Let's start with think. Think لما تجينا كverb كفعل، لما نقول for example plastic balls don't sink in water. Plastic balls don't sink in water. يعني الكور البلاستيك ما بتغرقش في المية. Okay, just floats. بتطفو على سطح المية. لكن برضو لما أقول metal objects always sink in water. الأشياء المعدنية دايما بتغرق في المية. Okay, يبقى sink لو جات لنا في verb في معنى كلمة تغرق، حاجة بتغرق. بس خدوا بالكوا هي بتيجي للأشياء، غرق الأشياء، غرق الأشياء. طيب think لو جات لنا كناون كاسم، لما اقول for example we have got a large sink in the kitchen. We have got a large sink in the kitchen. احنا عندنا حوض كبير جدا في المطبخ. يبقى think لو جات لنا كناون معناها كلمة حوض، لكن لو جه كverb معناها يغرق بس للأشياء، غرق الأشياء. طيب drawing بقى قصتها ايه؟ هي بتيجي معنا كلمة برضو لو جالنا كفعل فهو معنى يغرق. لما أقول he drowned in the river because he couldn't swim well، هو غرق في النهر لأنه ما كانش بيعرف يعوم كويس. يبقى ربنا يعافينا، drown بتيجي لغرق الأشخاص، غرق الأشخاص، لكن sink معناها غرق الأشياء. ده كان الفرق النهاردة ما بين sink و drown. يا رب تكون المعلومات قدرت كانت بسيطة بالنسبة لكم، وأشوفكم في فيديوهات تانية جديدة وفروقات تانية بين الفوكابلرز والفيرب. Thanks so much and have a nice day. Bye.